أكدت بعض المصادر المقربة من النجم نور الشريف أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الأخيرة، وأنه موجود دلوقتي في لندن مع بنته مي لعلاج وإجراء بعض الفحوصات الطبية. ويعاني الفنان الكبير نور الشريف من أزمة صحية من حوالي سنة، ومع ذلك أصر يرجع لنشاطه الفني، وبسبب تطور المرض منع الأطباء نور الشريف من التمثيل تماما خلال السنة دي، وطلبوا منه الراحة التامة والخضوع لكرسي علاج طبيعي حتى تستقر حالته الصحية من جديد. أعلن دكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية إنه سوف يتبع تقاليد الرقابة العالمية بوضع توضيح عن الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدة الفيلم. وأكد رئيس الرقابة أنه لن يتم حذف المشاهد الجنسية من الأفلام، لكن ستمنع فقط أفلام الإلحاد والأفلام الإباحية الصريحة، وذلك ابتداء من شهر إبريل الجاي. أوشك الفنان آسر ياسين على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم من ظهر راجل في استوديو نحاس بالجيزة. بيلعب بطولة الفيلم الفنان محمود حميدة وياسمين رئيس وشريف رمزي ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج كريم السوبكي، وبتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي. بدون أسباب معلنة اعتذر الفنان أحمد الفيشاوي عن المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل تامر وشوقية، واللي اتغير اسمه لما تامر ساب شوقية. اعتذر الفيشاوي سبب أزمة في المسلسل، وجعل فريق العمل يضيف دور جديد هيقوم به الفنان إدوارد كشخصية بديلة لتعويض غياب الفيشاوي أو شخصية تامر. تامر وشوقية من أكثر مسلسلات السيت كوم اللي حققت نجاح كبير جدا، وتم عرضه على 4 أجزاء. الفنان يوسف الشريف بيقابل يوميا ساحر عالمي للتدريب على عمل بعض الخدع البصرية استعدادا لدوره الجديد في مسلسل لعبة إبليس، واللي بيجسد فيه شخصيتين منهم شخصية أدهم واللي بيشتغل ساحر. ولعبة إبليس قصة إنجي علاء والسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد جلال. وقع اختيار إدارة الدورة الأولى لمهرجان اسكندرية للفيلم القصير على كل من الفنان خالد أبو النجا ومخرجة الأفلام القصيرة تهاني راشد والناقد السينمائي مجدي الطيب كأعضاء بلجنة تحكيم المهرجان، ومن المقرر بدء الدورة الأولى من المهرجان خلال شهر إبريل الجاي. تواصل الفنانة فيفا عبده تصوير مشاهدها في مسلسل يانا يانتي، واللي انتهت من تصوير معظم دورها فيه، وبتشارك البطولة مع فيفي الفنانة سمية الخشاب، وهو من تأليف فتحي الجندي ومن إخراج أحمد حمودة. هيبدأ الفنان محمد الشقنقيري أول مارس اللي جاي تصوير فيلمه الجديد أندر تيبل، واللي بتدور أحداثه في إطار بوليسي، وبيشاركوا في بطولة الفيلم مجموعة من الوجوه الجديدة. الشقنقيري بيصور كمان دوره مع الزعيم عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، وبيشارك النجم مصطفى شعبان في مسلسل مولانا العاشق. الفنان القدير حسن حسني وطلعت زكريا وإدوارد وافقوا يكونوا ضيوف شرف في فيلم العنصر الرابع، واللي بيلعب بطولته الفنان الشاب أحمد مالك وبيخرجه أحمد نادر جلال ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وبيشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين الشباب اللي بيقفوا أمام الكاميرا لأول مرة. في سرية شديدة تستعد الفنانة هالة فاخر لتصوير دورها في فيلم أمريكي لبناني مع الممثل الأمريكي بريت كولن. في الوقت نفسه بتعيش هالة فاخر حالة من النشاط الفني، وبتشارك في عدة أعمال منها مسلسل أريد رجلا مع إياد نصار، وانتهت من تسجيل 18 حلقة من المسلسل الكرتوني الكوميدي حارة المجانين مع الفنان محمد هي.